هذه الإشكالية التي يعيش فيه كثير من البشر. يقضون الحياة بطولها ما بين الخلق والوفاء، وهم ينظرون إلى ما فضل الله به بعضنا على بعض. شغلوا بأي شيء، بالتفاضل في الرزق. فلان أكثر مني، فلان أكبر مني ولكنه أكثر صحة مني، فلان عنده أولاد أحسن مني، فلان عنده كذا، فلان فعلت كذا، فلان عنده حظ، وفلان ليس لها حظ، وا 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 عشرات الأشياء. أسقطها القرآن في كلمة، قال: والله ليس أحد آخر، فضل بعضكم على بعض في الرزق. التفضيل ليس منكم، التفضيل من الله الذي خلقكم ثم يتوفاكم. أنت لم تسأل: يا ربي أنت خلقتني، لما خلقتني؟ لماذا تستمر في تساؤلك لماذا فضلت فلان علي، ولماذا فعلت مع فلان لما لم تفعله معي؟ أسئلة غير مشروعة. فضل بعضكم على بعض في الرزق. وتدبروا في الكلمة، قال: في الرزق. والرزق كلمة شاملة جامعة. مال، كل ما ينتفع به فهو رزق، كل ما ينتفع به فهو رزق، وليس فقط المال. ونحن من أسباب شقائنا اليوم أننا اختصرنا الرزق فجعلناه فقط في المال، والرزق ليس مال، هذه أرزاق. في مجموعها لو تجمع ما كل عند البشر في كيفية التوزيع وآلية التوزيع التي لا يحق لك أن تتساءل عنها، لأنك لست رب، أنت عبد، لا يحق لك أن تتساءل. ولكن لو أردت أن تفهم لوجدت أن الناس بطريقة أو بأخرى، كما قالت الآية: فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. الناس هنا حتى ما ملكت أيمانهم هم بطريقة أو بأخرى في شيء من التساوي في التوزيع في الرزق، شيء من التساوي أنت لا تدركه، الله يدركه بعلمه وقدرته. حتى ما ملكت أيمانكم، حتى ما ملكت أيمانكم لهم رزق. غناك أنت هو رزق لمن يخدموك ولمن يشتغلون عندك، هذا حقيقة. قوتك وعلمك هي رزق لمن احتاج لعلمك وقدرتك. وقس على هذا، الرزق والتفضيل في الرزق قائم على حاجة الناس لبعضهم البعض، وليس بقائم على التفضيل. حتى ترتاح، حتى نفسك تهدأ، لماذا فلان عنده وأنا ما عندي؟ لا تقارن، أخطر شيء على الإيمان هو المقارنة، لأن المقارنة هنا خطأ، لأن هذا مما يختص الله سبحانه وتعالى به توزيع الأرزاق. ولكن التوزيع ليس قائما على تفضيل بشر على بشر،